الدكتور الجعفري يؤكد الحرص على إنجاح مسار أستنا بما يخدم مصالح سوريا القومية العليا، سواء حضرت التنظيمات الإرهابية أم لا. وحدات الجيش العربي السوري تفرض سيطرتها على بلدتي حميمة كبيرة وحميمة صغيرة في ريف حلب الشرقي. الدكتور عباس تدعو الدول الآسيوية إلى التعاون في مواجهة آفة الإرهاب. أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية. أكد رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستنا 3 الدكتور بشار الجعفري أن الوفد ناقش مع الوفد الروسي خلال اجتماعي الأمس كل التحضيرات الجارية لنجاح الاجتماع بما يضمن الخروج بنتائج إيجابية. جاء ذلك بعد لقاء مع الوفد الروسي برئاسة ألكسندر لافرينتيف. اليوم استكملنا النقاش مع الوفد الروسي هذا المساء، استكملنا النقاش بعد أن أجرينا كما تعرفون جولة موسعة هذا الصباح. ناقشنا مع الجانب الروسي كل التحضيرات الجارية لإنجاح اجتماع أستانا 3 بما يضمن الخروج بنتائج إيجابية تتناسب والجهد الكبير الذي بذلته الحكومة الروسية والحكومة الإيرانية والحكومة السورية. لذلك نحن منخرطون بنفس إيجابي، لدينا تعليمات بأن نكون إيجابيين لإنجاح هذه الجولة من أستانا 3. نعرف طبعا أن الجانب التركي يعرقل نجاح اجتماع أستانا، وندرك أن عدم مجيء وفد الجماعات المسلحة يصب في هذا الاتجاه بتعليمات طبعا من المشغل التركي. ومع ذلك العمل السياسي عمل يتحمل كثير من المسؤولية، وانطلاقا من هذه المسؤولية نحن ننخرط بشكل إيجابي مع الجانبين الروسي والإيراني بحكم كونهما ضامنين لمسار أستانا. ستستمر المحادثات غير الرسمية غدا، وسنخبركم في حال تم إنجاز أي شيء. طبعا العمل يعني يسير بوتيرة مقبولة بالنسبة لنا وبالنسبة للوفد الروسي. إن شاء الله يكون عندنا أخبار جيدة في نهاية هذه الجولة من أستانا 3. وفي تصريع لوسائل الإعلام السورية، تحدث رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى اجتماع أستانا الدكتور بشار الجعفري عن مشاورات الوفد مع الوفدين الإيراني والروسي. أجرينا للتو في ساعة متأخرة من مساء اليوم جولة استكشافية أيضا جديدة تشاورية مع الجانب الإيراني مع الوفد الإيراني حول كل القضايا المتصلة بالتحضيرات الجارية لإنجاح مسار أستانا، لنجاح هذه الجولة من مسار أستانا والتي نسميها أستانا 3. تبادلنا الآراء مع الوفد الإيراني كما كنا قد تبادلنا الآراء مع الوفد الروسي. كلاهما وفدين يمثلان دولتين ضامنتين وحليفتين للجمهورية العربية السورية، وبالتالي من الضروري جدا أن نتبادل الآراء سوية للوقوف على تقييم مشترك وأرضية مشتركة لهذه الجولة في أستانا. الأمور تنبئ بالخير إن شاء الله، وحكما القراءة المشتركة للوفود الثلاثة ستدفع بمسار أستانا قدوما نحو الأمام بشكل إيجابي. وفد الجمهورية العربية السورية التقى مرتين مع الوفد الروسي خلال اليوم الأول من اجتماع أستانا 3، ومرتين بالوفد الإيراني،
وكان الدكتور الجعفري وفي تصريحه الأول مع انطلاق اجتماعات العاصمة الكازاخية أكد الحرص على إنجاح مسار أستنا ووصول المحادثات هنا إلى بر الأمان بما يخدم مصالح سوريا القومية العليا سواء حضرت التنظيمات الإرهابية أم لا، فيما أكدت موسكو أن الأسباب التي أعلنتها الفصائل المسلحة عبر وسائل الإعلام لتعليق مشاركتها في اجتماع أستنا 3 غير مقنعة. يحيى كوسا. أكدت موسكو ودمشق مجددا أهمية اجتماعات أستنا 3 بالرغم من قرار وفد الفصائل المسلحة عدم المشاركة فيها بذريعة عدم تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية. الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية الذي عقد سلسلة اجتماعات مع الوفدين الروسي والإيراني حمل الضامنة التركية مسؤولية إخلال الفصائل الإرهابية بالتزاماتها. وأكد الجعفري أن الحكومة السورية تسعى قبل كل شيء إلى إجراء مباحثات مع روسيا وإيران، مشيرا إلى أن نجاح اجتماعات أستنا 3 والتوصل إلى نتائج ملموسة هو الغاية والهدف الذي تسعى سوريا لتحقيقه بغض النظر عن مشاركة الفصائل الإرهابية من عدمه. نحن حريصون كل الحرص على إنجاح مسار أستانا والوصول بالمحادثات هنا إلى بر الأمان بما يخدم مصالحنا القومية العليا وشعبنا السوري، سواء حضرت الفصائل المسلحة أو لم تحضر الفصائل المسلحة، وأعتقد أن هذا الموقف هو موقف معظم المشاركين في أستنا. موسكو من جانبها أكدت أن الأسباب لعدم مشاركة الفصائل الإرهابية غير مقنعة. نحن نبحث مع زملائنا في وزارة الدفاع الأخبار الأخيرة وننطلق من أن الأسباب التي تناقلتها وسائل الإعلام على أنها عائق أمام مشاركة المجموعات المسلحة في أستنا غير مقنعة. أصداء الموقف الروسي ترددت في الكرملين وداخل أروقة اجتماعات أستنا 3. المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد أن روسيا تدرك الصعوبات التي تعترض عملية أستنا ولكن العمل مستمر. أما المبعوث الخاص للرئيس الروسي لاجتماع أستنا 3 ألكسندر لافرنتييف فقد اعتبر أن غياب وفد المعارضة المسلحة عن اجتماعات أستنا 3 لا يقوض أهمية الاجتماعات التي ستركز على تحديد مواقع داعش وجبهة النصرة الإرهابيين، مشيرا إلى أن اجتماعات أستنا ومحادثات جنيف تكملان بعضهما البعض. رب ضارة نافعة، اجتماعات أستنا 3 بدون الفصائل الإرهابية تمضي قدما إلى هدفها وغايتها في دحر الإرهاب وتحديد مواقعه، وهو ما يتحقق بالتعاون بين الحكومة السورية ووفدي روسيا وإيران. أعلن المكتب الصحفي لمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا أن الحوار السوري في جنيف سيستأنف في 23 من آذار الجاري. وجاء في بيان صدر عن مكتب ديمستورا أن المبعوث الأممي وجه دعوة إلى المشاركين في مؤتمر جنيف الرابع للعودة إلى قصر الأمم في جنيف بسويسرا، وذلك لمواصلة المحادثات بين الأطراف السورية يوم 23 من آذار الجاري. ميدانيا أحكمت وحدات من الجيش سيطرتها على جبل المستدير والنقاط المحيطة به ومنطقة الصوامع شرق تدمر، وذلك بعد معارك عنيفة مع إرهابي تنظيم داعش. ونتابع هذه المشاهد من عمليات الجيش في تلك المنطقة. Thank you.
أكد مراسل الإخبارية في حلب أن وحدات الجيش العربي السوري فرضت سيطرتها على بلدتي حميمة كبيرة وحميمة صغيرة غربية دير حافر في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد اشتباكات عنيفة مع إرهابي تنظيم داعش. جولة على أبرز الأحداث الميدانية في هذا التقرير. الجيش العربي السوري يفرض سيطرته على بلدتي حميمة كبيرة وحميمة صغيرة غربية دير حافر في ريف حلب الشرقي، وذلك بعد اشتباكات مع تنظيم داعش الإرهابي. تواصل وحدات الجيش بإسناد جوي عملياتها في دير الزور، حيث أحبطت هجوما لإرهابي تنظيم داعش من عدة محاور على الجهات الشرقية وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد. مصدر عسكري أكد أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش الإرهابي على محاور المطار ولواء التأمين وقرية الجفرة ومحيط الفوج، وكبدت الإرهابيين خسائر كبيرة. سلاح المدفعية دمر تجمعات ومقرات لتنظيم داعش الإرهابي في منطقة المقابر ومحيط شركات الكهرباء ولواء التأمين والمطار ومنطقتي المكبات ومعامل البلوك وقرية الجفرة بريف دير الزور الشرقي. الجيش العربي السوري يتابع عملياته العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابي، حيث استعاد السيطرة على منطقة الصوامع ومشروع سبخة الموح ومحطة التحويل الكهربائية بريف تدمر. كما قامت وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري بتفكيك المفخخات والعبوات الناسفة التي خلفها الإرهابيون في تلك المنطقة. تخريج دفعة من دورة الإعداد لحمل السلاح في منطقة الدريج بريف دمشق، والذين تم تخريجهم هم أكثر من 1000 مقاتل من شباب حزب البعث العربي الاشتراكي المتطوعين لخدمة الوطن والدفاع عنه. ربيع ديبي. بلدي راحت، أرضي راحت، بدي الحقها، بدي جيبها، أنا الزلمي، أنا اللي بجيبها، أنا اللي بصنعها. تركت طلابي هنيك وجيت لهون لكفي مع الجيش العربي السوري والحزب البعث العربي الاشتراكي، تركت دراستي حتى أجي دافع عن وطني. 7 سنوات من عمر الحرب الإرهابية على الوطن، 7 سنوات كانت اختبارا حقيقيا لعقيدة الوطن والسلاح التي يحملها أبناء سوريا. خلال هذه الحرب لم يأخذ الجندي العربي السوري استراحة المقاتل في معركته ضد الإرهاب، ورغم شراسة هذه الحرب ودعم عدد كبير من الدول للإرهابيين في سوريا، إلا أن الوطن استمر ويستمر في العطاء. ما يزيد عن 1000 مقاتل من شباب البعث المتطوعين شيبا وشبابا تم تخريجهم من دورة الإعداد لحمل السلاح في منطقة الدريج بريف دمشق، وانضموا لصفوف الجيش العربي السوري. لو صاح صوتي لمنادي بالروح نبدي وطننا. اختتام دورة الإعداد القتالي تم بحضور عدد من القادة العسكريين والأمين القطري المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي هلال الهلال، وعضو القيادة القطرية لحزب البعث عمار ساعاتي. انظروا إلى المحور الآخر كيف يتهاوى، يتهاوى وهم ساقطين ولم يعد أمامهم هؤلاء الخونة العرب سوى
أن يريقوا دماءهم على أبواب الكنيسة الإسرائيلية. يستجدون استسلاما، ها هم ملوك الرمال يعقد معه الصفقات، كما هم المرتزقة والإرهابيين الموجودين الذين يحمون من قبل هذا الكيان، لأنهم هم أدوات لمعلم واحد هو هذا الكيان الصهيوني ومن يساند هذا الكيان في الغرب. جيشنا العربي السوري البطل ينتقل من حربه التقليدية إلى هكذا حرب، وليبتكر طرق جديدة بأساليب جديدة يسحق فيها الإرهابيين. ما تبدون قوة وصلابة على الأعداء، وبمقدار هذه القوة والصلابة والجلد وسحقهم أكيد سوف تكونون رحماء فيما بينكم ورحماء على أبناء شعبكم. لم يستطيعوا أن يفقدون ثقتنا بأنفسنا، بوطننا، بجيشنا، بقائدنا. هي ليست بالأمور السهلة. وكما كان للدفعة السابقة من الفيلق الخامس التطوعي وشباب حزب البعث الدور الكبير في تحرير مدينة تدمر عروس الصحراء، فإن هذه الدفعة الجديدة من المقرر لها أن تعبد الطريق نحو إنجازات جديدة على الأرض السورية، طريق تؤسس له كلمات نابعة من قلب من تطوعوا لحمل السلاح دفاعا عن الوطن. أنا حملت السلاح في السبعينيات وقاتلت في تشرين وانتصرنا، وجئت رديفا للجيش لأقاتل وسننتصر ونحن منتصرين. نحن بدنا نطهر أرض سوريا من العدو، من الإرهاب، من الغاصبين اللي بدهم يقطعوا الأرض. نحن هاي الأرض مغموسة بدمنا، بدم شهدائنا، الله يرحم دم شهدائنا الأبرار، جرحانا اللي بالمشافي، الله يصبر أهاليهم والشفاء العاجل لهم. جاي أدافع عن هالأرض الطيبة الطاهرة، وجاي أدافع عن سوريا، سوريا الحبيبة، ودافع عن وأتمنى الشهادة ليعيشوا أولادي بأمان وطمئنان في هذه الأرض الطاهرة، أرض سوريا، أرض الأنبياء، أرض الشهداء، هاي أرض سوريا. جينا نشق طريق الشهادة لكم أولادنا بعد منا. نحن جينا نستشهد في سبيل الوطن وسبيل البعث وسبيل الأمة. أنا جيت للقتال ضد داعش، خاص مخصوص ضد داعش، لأن شفت الإهانة بداعش. وأنا حماة، أنا من أرض حماة، وحماة إن شاء الله بتقدم أرواح فدا هالوطن وفدا البعث وفدا كل شريف بهالوطن. جيت قاتل من عقيدة، من قلب محروق، ما جيت هيك عبثان. وإن نحن التار بإذن الله ونحرر الوطن من هال من 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 من, من هالأنجاز. شباب البعث أقسموا على الفداء والتضحية كرما لسوريا، وعاهدوا الوطن على النصر وتحرير الأرض من الإرهاب. إلى الجبهة در، سبع سنوات من عمر الأزمة وسوريا تلد أبطالا شامخين بوجه الإرهاب وداعميه. شباب البعث المقاتل هم عنوان الصمود والتحدي بوجه الإرهاب. من منطقة الدريش في ريف دمشق، ربيع ديبة، الإخبارية السورية. أصيب عدة أشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون في حافلة لنقل الركاب عند دوار النقل على طريق حمص تدمر القديم على أطراف حي وادي الدهب. حمص العادية مدرسة في الصمود والبطولة، تضحيات أهلها أصبحت رمزا للشموخ في العالم لما قدمه هذا الشعب المقاوم الذي رفض أن يتنازل عن وطنيته وكان الثمن غاليا. عمليات إرهابية انتحارية في حمص بدأت مع الحرب على سوريا، ولكنها لم تغير من الواقع شيئا سوى أنها حقنات مخدرة للإرهابيين الذين يريدون القول إنهم لا زالوا قادرين على خدمة أسيادهم رغم هزيمتهم على كافة الجبهات السورية. عمل إرهابي جديد يضرب أحياء حمص تمثل بانفجار عبوة ناسفة وضعها إرهابيون داخل حافلة تقل ركابا مدنيين بالقرب من دوار المواصلات بحي وادي الدهب.
تم انفجار عبوة ناسفة خلال سرفيس نقل الركاب. نحن اجينا بسرعة قصوى ونقلنا المصابين والجرحى لأقرب مشفى قريب، كان عددهم حوالي 6-7 جرحى. ونحن من دين هذا التفجير الإرهابي وهذا العمل، يعني ما بعرف شوفت عينك، هو يعني سرفيس نقل خط الجامعة كلها طلاب جامعة وموظفين. الله يسلمكم يا رب. كنا طالعين بسرفيس وفجر السرفيس، هلا شو هدفهم غير القتل؟ يعني قتل أي شخص، لأنه ناس حاقدين على كل المجتمع وعلى كل الناس. يعني قتل شجر سندي، يعني بدنا نضل منموت ونحن واقفين. فشروا أعضاء الله، أعضاء الإنسانية، أعضاء الله، هاي هدفين. مجرمين مشترين بالمصاري، فشروا فشروا يكسروا شوكتنا. المجموعات الإرهابية ومشغلوها يسعون دائما من خلال تلك الأعمال الإرهابية لعرقلة اجتماعات البحث عن الحل السياسي، والدلائل كثيرة على ذلك. فالإرهابيون ومشغلوهم أثبتوا فشلهم الذريع أمام قوة الجيش العربي السوري على الأرض وحنكة الدبلوماسية السورية على طاولات الحوار. بعد انقطاع دام لأكثر من 3 أشهر، بدأت عودة المياه تدريجيا إلى محطة سليمان الحلب الرابعة تمهيدا لضخها إلى الأحياء السكنية بمدينة حلب. وليد هنايا والتفاصيل. بعد انقطاع دام لثلاثة أشهر ماضية، اليوم من جديد عادت المياه إلى مدينة حلب وبالتحديد مضخة سليمان الحلبي. نتابع عملية الضخ مباشرة من بحيرة الأسد مرورا بمضخة البابيري والخفصة ووصولا إلى مضخة سليمان الحلبي. هذه المياه الآن التي تأتي من قبل بحيرة الأسد وتذهب مباشرة لمرحلة التعقيم على يمين عدسة الإخبارية السورية. هذه المياه أيضا تعقم ومن ثم الضخ إلى أحياء مدينة حلب. نقول مبارك لكل أهالي مدينة حلب. على العموم اليوم يمكن القول بأن الجيش العربي السوري بعد عمليات عسكرية كبيرة استعاد النصر واستعاد عودة المياه عبر المحور الشرقي لمدينة حلب وأيضا المصدر الرئيسي بحيرة الأسد حتى منازل أهالي حلب. وهنا لابد أن نذكر بأن كل ذلك تحت إدارة الدولة السورية ومؤسساتها الرسمية. إذن عودة المياه عبر المحور المؤمن بفضل قوات الجيش العربي السوري والوصول إلى مضخة الخفصة والبابيري وإعادة إصلاح ما تم تدميره في تلك المضخات من قبل قوات الجيش العربي السوري ومحافظة حلب وأيضا بتواجد وزير الري وأيضا محافظة حلب بكل الأماكن، سواء كان على صعيد مضخات البابيري وأيضا مضخة الخفصة أو هنا مضخة سليمان الحلبي. نلاحظ عودة المياه بشكل كبير إلى مدينة حلب ومنها إلى مرحلة التعقيم ووصولا أيضا متابعي الإخبارية السورية إلى منازل كل أهالي حلب. وهنا لابد أن نذكر بأن الانقطاع الذي مر خلال العوام الماضية على أهالي مدينة حلب من المياه هو أتى عبر حرب المياه من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واليوم الجيش العربي السوري حسم هذا الأمر عبر تأمينه المحور الشرقي تماما من مدينة حلب، وبالتالي عودة المياه بكل قوة وتدفق إلى هذه المحطة، محطة سليمان الحلبي، وبالتالي عودتها إلى منازل أهالي مدينة حلب في هذه المنطقة. نحن هنا الآن في محطة سليمان الحلبي الرابعة والتي تضخ المياه أيضا باتجاه تشرين وباتجاه أحياء كبيرة من المدينة. بعد قليل أيضا سيكون هناك وصول للمياه إلى محطة التعقيم الأولى في باب النيرب، والتي تضخ المياه أيضا إلى باقي أقسام المدينة. المياه الواصلة إن شاء الله ستزداد خلال فترة بسيطة. ورشاتنا باشرت بتأمين التغذية الكهربائية عن طريق خط 66 كيلو فولت من 26 إلى محطة الخفصة، ومن ثم تم العمل على تشغيل هذه المضخات بعد أن وصل التيار الكهربائي. بدأت عودة المياه تدريجيا إلى حلب بعد انقطاع دام لشهرين ومعاناة لأكثر من 5 سنوات. طبعا بعد أن قام الجيش العربي السوري بتحرير محطة الخفصة وبدأت ورشات الكهرباء والمياه بإصلاح المحطات. شكرا جيشنا العربي السوري للتضحيات اللي قدمها، اللي حرر المنطقة
في محطات الخفسة لتعود هذه المياه صالحة للشرب إلى أهلنا في مدينة حلب. الرحمة كل الرحمة لشهدائنا الأبرار اللي بفضل التضحيات اللي قدموها عادت المياه إلى مدينة حلب. مع عودة المياه لمضخة سليمان الحلبي عادت الحياة لكل مواطن في مدينة حلب، لا سيما بعد انقطاع دام 3 أشهر. وليد هناي، الإخبارات السورية من مضخة سليمان الحلبي، حلب. الدكتورة هدية عباس رئيسة مجلس الشعب تدعو الدول الآسيوية إلى التعاون في مواجهة آفة الإرهاب، وذلك خلال كلمتها أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية في إسلام أباد. في كلمتها أمام الجمعية البرلمانية الآسيوية في إسلام أباد، دعت الدكتورة هدية عباس رئيس مجلس الشعب الدول الآسيوية إلى التعاون في مواجهة آفة الإرهاب والتطرف وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وفي رسالتها إلى المشاركين في الاجتماع، شددت الدكتورة عباس على أن الإرهاب واحد، وأنه لا مستقبل للمنطقة دون دحر الإرهاب وفق قرارات مجلس الأمن الدولي. رسالة شعبنا إلى هذا المنبر، رسالة شعب يكتب يوميا أنه لا إرهاب، يواجه يوميا أبشع أنواع القتل. رسالة بلد تتعرض هنا التحتية ومنشآته للتدبير الممنهج. إننا نؤكد بأن الإرهاب واحد، فهذه التحديات المشتركة والظروف الناشئة التي تعصف بدولنا ومنطقتنا اليوم تضعنا أمام مسؤوليات جسام لن نستطيع تحملها إلا بالتعاون الحقيقي. وفي إشارة إلى العقوبات الاقتصادية الغربية ضد سوريا، أكدت رئيسة مجلس الشعب أن الحرب الاقتصادية ضد الشعب السوري لا تقل خطرا عن الحرب الإرهابية. وقدمت رئيسة مجلس الشعب الشكر لجمهورية باكستان الصديقة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية، وقامت بزيارة النصب التذكاري للشهداء في باكستان الصديقة. ساعتنا مستمرة وفيها بعد قليل. الجيش الوطني الليبي يستعيد السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد دحر الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة. ابقوا معنا. سواء حضروا أو لم يحضروا، ليس قرار هذه الفصائل، هو قرار مشغلهم، وبالتالي المسألة سياسية. سلطات الاحتلال الصهيوني تعمل على تغيير المنهاج التعليمي الفلسطيني في القدس المحتلة بشكل كامل. القوات العراقية المشتركة تسيطر على أكثر من ثلثي الموصل بعد أشهر من انطلاق عمليات تحرير المدينة. والجيش الوطني الليبي يستعيد السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد دحر الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة. جددت مصر التأكيد على أن الحل السياسي هو الخيار الوحيد لإنهاء الأزمة في سوريا وتحقيق السلام والاستقرار فيها.
وقال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف عام رمضان إن بلاده تؤكد دعمها الكامل لمسار التسوية السلمية لإيجاد حل للأزمة في سوريا ومحادثات جنيف بما يضمن الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية. ودعا رمضان المجتمع الدولي إلى العمل بكل جدية من أجل تحقيق وقف دائم للأعمال القتالية كأساس لاستعادة الاستقرار في سوريا ووقف الدعم الخارجي للمجموعات الإرهابية المسلحة وصولا إلى التهدئة وإعطاء دفعة للمسار السياسي. سلطات الاحتلال الصهيوني تصعد من مخططاتها لأسرلة المنهاج التعليمي الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة بشكل كامل، وذلك لخدمة سياساتها القائمة على استهداف الهوية الوطنية والذاكرة الفلسطينية والعبث بالتاريخ والجغرافيا الفلسطينية وكي وعي الطلاب لتشويه الحقائق التاريخية وترويج لتاريخ صهيوني مزيف. خليل إبراهيم. في الوقت الذي تسارع فيه حكومة نتنياهو بتهويد مدينة القدس المحتلة وتضييق سبل العيش على أهلها، تسعى مؤسسات الاحتلال بالسيطرة المطلقة على قطاع التعليم العربي بالمدينة في محاولة لفرض المناهج التعليمية الصهيونية على المدارس العربية بهدف تزوير حقائق التاريخ والجغرافيا من خلال أسرلة التعليم في القدس المحتلة. شخصية فلسطينية حذرت من هذه السياسة التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها على المدارس العربية شرقي مدينة القدس المحتلة بهدف ضرب التعليم الفلسطيني. وكشف المتحدثون خلال مؤتمر صحفي بالقدس أن سلطات الاحتلال أجبرت 23 مدرسة من أصل 180 على اعتماد تعليم المنهاج الصهيوني بشكل كامل أو جزئي، محذرين من محاولات أسرلة التعليم. وأوضحوا أن الخطر في تدريس المنهاج يكمن في شطب كل ما يتعلق بالتاريخ والانتماء والجغرافيا الفلسطينية، مؤكدين أن الحديث يدور عن كي للوعي الفلسطيني والسيطرة على الذاكرة وفرض الرواية الصهيونية التلمودية المزعومة ليس فقط على المسار التعليمي بل على المسار التاريخي. ما يقوم به الاحتلال الصهيوني بحق قطاع التعليم في القدس المحتلة يمثل جريمة كبرى وانتهاكا صارخا لكافة القوانين الدولية. لما لهذا التدخل والتحكم من أبعاد خطيرة على واقع بنية المجتمع المقدسي والتأثير السلبي على وعي وتربية وفكر وسلوكيات أفراده. مشاهدينا، وحول المستجدات الأخيرة في العاصمة الكازاخية أستنا، معنا مفادة الإخبارية إلى أستنا لبنى فياض. لبنى، أسعدت أوقاتا. لبنى، لبنى، هل تسمعيني؟ نعتذر وسنعاود الاتصال في وقت لاحق ونتابع ساعتنا الإخبارية، حيث جدد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مطالبته النظام التركي بسحب قواته من شمال العراق، مؤكدا أن هذا الأمر يتعلق بالسيادة العراقية. ونقل مكتب رئيس الوزراء العراقي عن العبادي قوله خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس حكومة النظام التركي بن علي يلدرم أن القوات العراقية شارفت على تحرير محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل بالكامل من عصابات داعش الإرهابية، وعلى تركيا سحب كل قواتها من العراق لأن هذا الأمر يتعلق بالسيادة العراقية. إلى ذلك، سيطرت القوات العراقية على أكثر من ثلثي مدينة الموصل، وذلك بعد أشهر على انطلاق عمليات تحرير المدينة. تقرير وعد محمد. لم تمضي أشهر قليلة على إعلان انطلاق عمليات تحرير الموصل في تشرين الأول عام 2016 حتى أصبح أكثر من ثلثي المدينة تحت سيطرة الجيش العراقي بعد معارك طاحنة مع إرهابي تنظيم داعش. قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت أكد أن قطاعات الشرطة الاتحادية تمكنت من تحرير محطة قطار نينوى ومرآة بغداد جنوب غرب الموصل القديمة، وتواصل تقدمها في منطقة باب الطوب بالساحل الأيمن للمدينة. الإنجاز الجديد يأتي في سياق التقدم المتواصل لقوات الجيش العراقي في الجانب الغربي المعروف بالأيمن من المدينة وتضييقها الخناق على إرهابي التنظيم الذي خسر مواقع مهمة. القوات العراقية تمكنت من السيطرة على المجمع الحكومي وسط الموصل
ويضم المجمع الواقع قرب منطقة باب الطوب مقر الحكومة المحلية مجلس المحافظة، بالإضافة إلى تحرير مبنى مديرية الشرطة في حي الدواسة ومجمع المحاكم القريب منها. القوات المشتركة تستبسل في تخليص العراقيين من فظائع تنظيم داعش الإرهابي التي لا يضاهيها ولا يقاس بها سوى الفظائع الأمريكية والإسرائيلية عبر التاريخ. فالباحث عن الوجه الخفي لهذا التنظيم يكتشف ملامحه عبر منظمات من صنيعة الاستخبارات الأمريكية كالقاعدة وبلاك ووتر وغيرها، من تنظيمات إرهابية تجند المرتزقة وتشن حروبا بالوكالة عن دول الاستعمار والهيمنة وتستخدم لتشويه صورة الإسلام. عمليات عسكرية متواصلة للجيش الليبي تكللت بتحرير الموانئ النفطية من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي وملاحقة فلولهم المنهارة. التعليمات التي أصدرها القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر في بدء الهجوم لتحرير الهلال النفطي تكلل بالنجاح، فقد تمكنت قوات الجيش الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر من استعادة موانئ الهلال النفطية وحررت الهلال بالكامل وبسطت سيطرتها على المنطقة وملاحقة فلول المجموعات الإرهابية المنهارة. مدير مكتب إعلام القيادة العامة للقوات الليبية خليفة العبيدي أكد أن القوات المسلحة بمشاركة سلاح الجو الليبي وسلاح البحرية والقوات البرية المدعومة بالمدفعية وقوات الاستطلاع تمكنت من تحرير منطقة الهلال النفطي بعد تحرير مينائي رأس لانوف والسدرة، وذلك بعد شن هجمات مشتركة لتطهير الميناء من المجموعات الإرهابية. على الخط نفسه قائد غرفة عمليات سلاح الجو الليبي قائد قاعدة بنيانة الجوية العميد الركن محمد المنفور أكد أن سلاح الجو الليبي شن غارات مكثفة على مواقع وتمركز الإرهابيين في منطقة الهلال النفطي لتحريره من قبضة المتطرفين. من جهة ثانية، وكالات ليبية أفادت بسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المواطنين جراء الاشتباكات التي تجري بين المجموعات المسلحة والجيش الليبي في منطقة السياحة وغوط الشعال ذات الكثافة السكانية العالية. العلاقة التركية الألمانية تشهد توترا كبيرا بعد سلسلة من الخلافات الحادة بينهما بسبب إصرار رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على تعديلات دستورية داخل بلاده تجعله سلطانا عثمانيا بصلاحيات واسعة. تشهد العلاقات التركية الألمانية توترا بعد سلسلة من الخلافات الحادة بينهما، ولعل آخرها مطالبة نواب ألمان سحب الطائرات الألمانية من قاعدة إنجرلك التركية. وسائل إعلام ألمانية نقلت عن رئيس لجنة الأمن والسياسة الخارجية في حزب الاتحاد المسيحي الاشتراكي فلوريان هان قوله أن العسكريين الألمان قد يتحولون إلى بيادق في لعبة السلطة التي تخوضها السلطات التركية. هان شكك في قدرة السلطات التركية على حماية العسكريين الألمان عندما قال أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحكومة التركية تستطيع ضمان أمن عسكريين في إنجرلك. الأمر الذي زاد الطين بلة هي تصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان التي اتهم فيها ألمانيا باعتماد ممارسات لا تختلف عن الممارسات النازية، مما دفع وزير الداخلية الألماني توماس ديمازيير إلى التصريح أن الحكومة التركية تسعى عبر استفزازاتها لأوروبا إلى لعب دور الضحية للتأثير على نتيجة الاستفتاء المرتقب الشهر المقبل حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك لإحكام سيطرته على البلاد. يذكر أن العلاقات التركية الأوروبية تشهد توتراً متصاعداً بسبب إقرار مجلس النواب الألماني العام الماضي قانوناً يصنف مجازر الأرمن في ظل الحكم العثماني بأنها إبادة، وبعد إلغاء عدة مدن وبلدات أوروبية تجمعات كان من المقرر أن يشارك فيها مسؤولون من النظام التركي للترويج للتعديلات الدستورية التي يحاول أردوغان فرضها. مشكلة النظام التركي مع دول الاتحاد مشكلة لها أبعاد وغايات مختلفة بنظر الإعلام الغربي والمعارضة التركية، فبعد الصحف الألمانية والسويسرية الإعلام الأمريكي أيضا يؤكد أن أردوغان يفتعل الخلافات مع دول الاتحاد لاستقطاب أصوات القوميين. أسامة شحود. النظام التركي يصاعد من حملته ضد دول الاتحاد الأوروبي ويقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل شبه كامل مع هولندا
فيما اتهم أردوغان المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالوقوف إلى جانب داعمي الإرهاب بعد أن أعلنت كل من ألمانيا وفرنسا وقوفهما إلى جانب هولندا بمواجهة تركيا. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تحظو حظو الصحف الأوروبية مشيرة إلى غاية أردوغان من وراء خلق تلك المشاكل مع دول الاتحاد في هذا التوقيت بالذات. الصحيفة تناولت في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني مشكلة النظام التركي مع دول أوروبا والاتهامات الموجهة إلى أردوغان بمحاولة التملق لشعبه واستقطاب الناخبين، لا سيما مع زيادة الشكوك حول نتيجة الاستفتاء حول الدستور الجديد، مستندة إلى تصريحات معارضيها الذين اعتبروا أنه يفتعل الخلافات مع أوروبا لكسب دعم القوميين داخل تركيا الذين لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سيدعمون توسيع سلطاته الرئاسية من خلال التعديلات الدستورية أم لا. ونقلت الصحيفة عن جنكيز جاندار وهو كاتب أكاديمي تركي معروف تأكيده بأن ملف السياسة الخارجية التركية في الوقت الراهن مهما كانت القضية يرتبط ارتباطا وثيقا بالأجندة السياسية المحلية في أنقرة بدءا من سوريا وعلى طول الطريق إلى هولندا وألمانيا وبقية الدول الأوروبية، وأنه لا يوجد اليوم ملف للسياسة الخارجية لتركيا فهي مرتبطة جلها بحملة أردوغان لإقرار التعديلات الدستورية. نيويورك تايمز أكدت في ختام تقريرها أن أردوغان متهم بالنفاق لانتقاده السلطوية المتصورة في أوروبا في الوقت الذي يشرف فيه على أكبر حملة تصفية ضد المعارضة في بلاده. فمنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدها نظامه في شهر تموز الماضي تفرض الحكومة التركية أحكاما صارمة تسببت في وقف عمل أو إقالة أكثر من 120 ألف موظف حكومي من مناصبهم وإلقاء القبض على 45 ألف آخرين بتهمة دعم محاولة الانقلاب. بهذا الخبر نصل إلى نهاية ساعتنا الإخبارية، ولكن قبل الختام تذكير بأبرز ما كان فيها من عناوين. الدكتور الجعفري يؤكد الحرص على إنجاح مسار أستانا بما يخدم مصالح سوريا القومية العليا سواء حضرت التنظيمات الإرهابية أم لا. وحدات الجيش العربي السوري تفرض سيطرتها على بلدتي حميمة كبيرة وحميمة صغيرة في ريف حلب الشرقي. القوات العراقية المشتركة تسيطر على أكثر من ثلثي الموصل بعد أشهر من انطلاق عمليات تحرير المدينة. وكان في ساعتنا أيضا الجيش الوطني الليبي يستعيد السيطرة على كامل منطقة الهلال النفطي بعد دحر الإرهابيين المرتبطين بتنظيم القاعدة من تلك المنطقة. إلى اللقاء.